اهلا بكم اعزائي اولياء امور وطلاب الصف الرابع، يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنشرح ونحل الدرس الثاني من الوحده الثالثه من كتابنا المعاصر. طبعا قبل ما نبدا تلاقيني سايب لكم كل الروابط المهمه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، منهم رابط التليجرام اللي هتواصلوا معايا من خلاله بشكل مباشر وتنزلوا من عليه الماتيريال اللي انتم محتاجينه، وكمان تعرفوا منه تفاصيل الحصص والشغل اونلاين. كمان رابط صفحتي على الفيسبوك، هيشرفني ويسعدني جدا انكم تتابعوني من خلالها. ولو عجبكم المحتوى واستفدتم منه يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناه، يسعدني جدا جدا ويشرفني وهيساعدني طبعا ان انا اكمل واوصل المحتوى بتاعي لاكبر عدد ممكن من الطلاب وان شاء الله يستفيدوا بيه. ودلوقتي نبدا الدرس بتاعنا. عنوان درسنا النهارده Plants in Egypt. Plants in Egypt، النباتات في مصر. وفي Language Focus. Language Focus ده جزء الجرامر او جزء القواعد، وكلمنا هنا عن صيغة التفضيل العليا. صيغة التفضيل العليا اللي هي لما تقول مثلا الأطول أو الأقوى أو الأكبر أو الأجمل، إزاي نقول كده؟ يعني إزاي نفضل واحد أو نقارن واحد مع مجموعة. إحنا في الوحدة اللي فاتت اتعلمنا نقارن بين اتنين، بين واحد والتاني، لا إحنا المرة دي هنفضل واحد على مجموعة. ده اللي هنعرفه إن شاء الله في جزء القواعد في صيغة التفضيل العليا. طبعا أول حاجة هنبدأ بيها هي الكي فوكاب بتاعنا، المفردات الرئيسية بتاعتنا. هي عبارة عن أسامي زهور وأشجار. أول كلمة معنا كلمة sunflower. sunflower sunflower sunflower. زهرة عباد الشمس rose rose rose، هي الوردة rose. bean plant bean plant، نبات الفول bean plant. بعد كده daisy daisy daisy، هي زهرة الأقحوان أو اللؤلؤ، نوع من الزهور daisy daisy. بعد كده orange tree orange tree، شجرة البرتقال orange tree. tamarisk tamarisk، شجرة الطرفاء tamarisk tamarisk تامريسك تامريسك تامريسك. بعد كده أكيشا أكيشا، تعالوا كده نقراها واحدة واحدة. أ كي، وعندنا هنا السي اللي وراه أي وإيه، هنطقوا ش ش. أ كي ش أكيشا أكيشا أكيشا، اللي هي شجرة الصمت أو شجر الصمغ العربي. ريد ريد، نبات القصب ريد ريد ريد، وده بينمو على حواف البحيرات والأنهار. بعد كده آخر كلمة معانا في الصفحة هي كلمة لوتس لوتس فلاور، زهرة اللوتس لوتس فلاور لوتس فلاور لوتس فلاور. معانا بعد كده الإكسترا فوكاب، المفردات الإضافية. هابيتات هابيتات، موطن أو بيئة. ها بي تات، ممكن أقسمها ثلاث مقاطع. ها بي تات هابيتات. around 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 around، حوالي. farmer farmer farmer، فلاح. maize maize، اللي هي الذرة maize maze. living things living things، كائنات حية. living things. desert الصحراء desert desert. agricultural ag re cal chur l agricultural agricultural agri cultural 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 agricultural، يعني ذراعي. دي المقاطع بتاعتها agri cultural agricultural ذراعي. beetle beetle beetle، يا الخنفساء. egg
plant اللي هو الباذنجان، egg plant egg plant. بعد كده معانا المين بوينتس، النقاط الرئيسية، on listening and reading texts، النقاط الرئيسية في دروس أو نصوص الاستماع والقراءة. التوبيك الموضوع بتاعنا plant habitats، البيئات النباتية. أول كلمة معانا كلمة agricultural يعني زراعي. Farmers work in an agricultural habitat يعني الفلاحين بيعملوا في البيئة الزراعية. Farmers الفلاحون وfood اللي هو الطعام. Farmers grow food for us to eat يعني الفلاحين بيزرعوا الطعام من أجلنا عشان ناكله. Rivers اللي هي الأنهار. Water الماء. Plants near rivers and lakes need a lot of water يعني النباتات اللي هي بتنمو أو بتعيش بالقرب من الأنهار والبحيرات دي بطبيعتها بتحتاج كثير من الماء. بعديها rain اللي هو المطر وdesert اللي هي الصحراء. There is not much rain in the desert يعني يوجد أمطار كثيرة في الصحراء. Plants نباتات water اللي هو الماء. Plants that live in desert don't need a lot of water يعني النباتات اللي بتعيش في الصحراء لا تحتاج الكثير من الماء. بعد كده مدينا تعريف البيئة. A habitat is a place مكان where living things live and grow. البيئة أو الموطن هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي وينمو كده. تعالوا نشوف مع بعض نص reading، نص القراءة. Plant habitats، نص القراءة هنا بيكلمنا عن بيئات النبات وبيعرض لنا أنواع مختلفة من البيئات النباتية. أول نوع معانا هو agricultural habitat، البيئة الزراعية. Farmers الفلاحون work here، الفلاحون بيعملون هنا. They grow food for us to eat وبيزرعوا الطعام لينا عشان ناكله. Rivers and lakes الأنهار والبحيرات. Plants near rivers and lakes need a lot of water يعني النباتات اللي هي القريبة أو اللي بتنمو بالقرب من الأنهار والبحيرات بتحتاج الكثير من الماء. Desert habitat البيئة الصحراوية. There is not much rain here لا يوجد الكثير من الأمطار هنا. Plants that live in the desert النباتات اللي بتعيش في الصحراء do not need a lot of water لا تحتاج الكثير من المياه. بعد كده بيقول لنا هنا read and identify اقرأ وتعرف. جايب هنا plants أنواع النباتات lotus flower وreed اللي هو نبات القصب والhabitats طبعا البيئات هنا البيئة بتاعتهم هي rivers or lakes الأنهار والبحيرة. بعد كده جايب هنا bean زي ما انتم شايفين كده bean plant اللي هو نبات الفول وorange tree اللي هي شجرة البرتقال دول طبعا بينمو في البيئة الزراعية اللي هي agricultural habitat. tamarisk acacia تامرسك اللي هو نبات الطرفاء واكيشا اللي هي شجرة الصمغ العربي دول طبعا مش بيحتاجوا مية كتير ولذلك بينمو في الصحراء يبقى البيئة بتاعتهم desert habitat اللي هي البيئة الصحراوية. بعد كده read the fact file هنقرأ ملف الحقائق ده مع بعض and compare وقارن. The differences الفروق أو الاختلافات the differences between the flowers الاختلافات بين الزهور. جاب لنا هنا ثلاث أنواع من الزهور daisy وروز اللي هي الوردة وsunflower اللي هي عباد الشمس. أول حاجة how big is the flower how big is the flower طبعا احنا عارفين إن how يعني كيف ولكن لما يجي وراها الصفة بيتحول معناها لكم فيبقى معناها how big معناها كم الحجم حجم كل واحدة فيهم. ديزي الحجم بتاعها بيتراوح ما بين 2.5 to 5 centimeters. روز الوردة بتبقى تقريبا about يعني حوالي 6 centimeters 6 سنتي.
sunflower 7.5 7.5 to لغاية 15 centimeters لغاية 15 سنتيمتر. How tall is it؟ كم الطول؟ ديزي اللي هي زهرة اللؤلؤ بيوصل طولها 10 سنتيمترز 10 سنتيمتر. روز الوردة بتوصل ل 60 سنتيمترز. السانفلاور من 1 متر من متر لغاية 3.5 متر لحد 3.5 متر. How long does it live؟ كم المدة اللي بتعيش؟ Around 6 days حوالي 6 أيام. هنا Around 10 days حوالي 10 أيام. هنا Around 2 weeks حوالي أسبوعين. How heavy is it؟ كم الوزن؟ ديزي اللي هي زهرة اللؤلؤ Around 20 grams حوالي 20 جرام. Rose اللي هي الوردة Around 50 grams حوالي 50 جرام. Sunflower حوالي around 200 grams حوالي 200 جرام. بعد كده معانا جزء read and identify اقرا وتعرف. بيقارن هنا ما بين الثلاث انواع دول من الورود من حيث الطول. فبيقول مثلا the rose الوردة is taller than the daisy يعني الوردة أطول من زهرة الأقحوان. The sunflower زهرة عباد الشمس is taller than the rose زي ما احنا لاحظنا ان زهرة عباد الشمس أطول من الوردة وفي نفس الوقت هي أطول من زهرة الأقحوان أو اللؤلؤ. يبقى نفهم من كده ان زهرة عباد الشمس هي الأطول في المجموعة دي كلها. فنقول كده the sunflower is the tallest flower. The sunflower is the tallest flower. يعني زهرة عباد الشمس هي أطول زهرة. لاحظوا هنا جاب الصفة tall كتب قبلها ذا وضاف للصفة est عشان يحولها من طويل إلى الأطول. وده اللي بيحصل لما نقارن واحد مع اتنين أو أكتر أو واحد مع مجموعة. هنشوف مع بعض شرح تفصيلي لصيغة التفضيل العليا. ده الـ language focus أو جزء القواعد بتاع الوحدة. بيفكرنا هنا بالـ comparative adjectives صفات المقارنة لما بنقارن بين اتنين. كنا بنضيف للصفة القصيرة er ونكتب بعدها than اللي معناها من. أما الصفة الطويلة زي beautiful اللي هي بتتكون من أكتر من مقطع كنا بنكتب قبلها more وبرضو بعدها الصفة زي ما هي وبعدها كلمة than. فيقول هنا the rose is taller than the daisy الوردة أطول من زهرة الأقحوان. هنا مثلا the sunflower is more beautiful than the cactus. cactus ده اللي هو نبات الصبار. فبيقول ان شجر ان زهرة عباد الشمس أجمل من زهرة أو نبات الصبار. طيب ده اللي احنا اخدناه الوحدة اللي فاتت اللي هي في يونت 2. طب الجديد بتاع النهاردة وصيغة التفضيل العليا. صيغة التفضيل العليا انت مش بتقارن بين طرفين، لا انت بتقارن بين واحد ومجموعة، يعني واحد واتنين تانيين، وانت بتفضل الواحد ده عنهم، يعني الواحد ده اكتر من الاتنين التانيين في الصفة او اكتر من باقي المجموعة في الصفة. ده اللي احنا بنسميه صيغة التفضيل العليا. زي مثلا انك تقول ان الزرافة هي الاطول اطول حيوان في الدنيا، زي مثلا لما تقول ان السلحفاة هي الابطأ ابطأ حيوان في الدنيا، ابطأ من اي حيوان. ده بالظبط مفهوم صيغة التفضيل العليا او زي ما بنسميها بالانجلش superlative adjective. طب ازاي بنعملها؟ يعني ازاي بتحول كلمة طويل تخليها الاطول، سريع تخليها الاسرع، بطيء تخليها الابطأ. طيب بنعمل ايه؟ هتكتب ذا وتكتب الصفة القصيرة. الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بينطبق على الصفة القصيرة اللي بتتكون من مقطع واحد ذا، وهتكتب الصفة القصيرة وتضيف لها في الاخر المقطع است est. زي مثلا fast سريع هتبقى fastest، وطبعا هنضيف ذا هتبقى ذا fastest يعني الاسرع. طيب الصفة اللي اخرها حرف ساكن وقبليه حرف متحرك زي ما كنا بنعمل برضو الوحدة اللي فاتت، لما يكون حرف ساكن وقبله متحرك هنزود الساكن لما نضيف est. فبيج هتبقى biggest باتنين جي. بعد كده الصفة اللي اخرها اي مفيش داعي ان انت تضيف اي تاني مع est، لا هنكتفي باست بس، فتبقى nice nicest يعني الالطف. الصفة اللي اخرها واي وقبلها ساكن
هنحول ال Y ل I ونضيف ال EST. شايفين هنا ال Y بتاعت heavy بقت heaviest يعني الأثقل. ومدينا هنا بعض الأمثلة زي ما انتم شايفين. بيقول هنا the giraffe الزرافة is the tallest animal يعني الزرافة تكون أطول حيوان. The cheetah اللي هو الفهد is the fastest animal يعني الفهد هو أسرع حيوان. The turtle السلحفاة is the slowest animal يعني السلحفاة هي أبطأ حيوان. My cat قطتي is the nicest يعني قطتي هي الألطف ألطف قطة in our street في شارعنا. علشان نعمل صيغة التفضيل العليا مع الصفات الطويلة هنكتب the most قبل الصفة الطويلة. The most يعني الأكثر. فبيقول هنا مثلا the rose is the most beautiful flower يعني الوردة هي أجمل زهرة في الزهور اللي احنا شفناها. The lion الأسد is the most dangerous animal يعني الأسد هو أخطر حيوان الحيوان الأخطر على سطح الأرض. بعد كده معانا pop quiz اختبار مصغر علشان نثبت بيه المعلومة اللي احنا فهمناها بخصوص صيغة التفضيل العليا. تعالوا نحل كده مع بعض. يقول هنا my city مدينتي is the طبعا is the nicest place يعني ألطف مكان to live. بعد كده I think the crocodile أعتقد أن التمساح is the scariest يعني أكتر حيوان مخيف. The scariest animal. He is the faster. لا the طبعا يبقى هنضيف للصفة est هتبقى the fastest يعني الأسرع. Boy in our class. بعد كده number four. My brother is strongest player. Player يعني لاعب. أظن هو أقوى لاعب in the team. طبعا هنا نضيف the تبقى the strongest player. Elephants الأفيال are the طبعا عايز يقول أكبر حيوانات تبقى the biggest animals. بعد كده which animal is the scary طبعا نخليها scariest يعني الأكثر إخافة. The sunflower زهرة عباد الشمس is the heaviest يعني الأثقل. The giraffe الزرافة is the taller لأن خليها the tallest يعني الأطول. Land animal يعني أطول حيوان بيعيش على اليابسة. بعد كده the Sahara desert الصحراء الكبرى is the hottest desert يعني أسخن صحراء. I think pizza أعتقد أن البيتزا is the delicious food عايز يقول أن البيتزا هي أو يعتقد أن البيتزا هي ألذ طعام هتبقى the most delicious. Soha is the tall girl in the class the tallest يعني الأطول. What is the small bird هتبقى the smallest يعني الأصغر in the world في العالم. This mountain is the higher mountain in the world عايز يقول الجبل ده هو أعلى جبل في العالم هتبقى the highest. مروان is the smartest boy in math يعني مروان هو أذكى طالب في الماس أو في الرياضيات. مروان is the smartest boy in math. بعد كده what is the طبعا بقى احنا قلنا the more احنا قلنا the most هتبقى what is the most expensive bag what is the most expensive bag in the shop يعني ما هو أغلى أو ما هي أغلى حقيبة في المحل. ده جزء سؤال choose سؤال اختياري. هنا بيقول the elephant الفيل fattest يعني الأسمن animal طبعا the fattest. The sunflower عباد الشمس lives the longest بيعيش أطول مدة. بعد كده number three the rose is than the daisy طبعا taller يعني أطول. The daisy lives shorter الصفة هنا أخرها ER يبقى than shorter than the rose. He bought يعني هو اشترى the
expensive bike in the shop، يعني عايز يقول انه اشترى اغلى دراجة في المحل. طبعا expensive هنا صفة طويلة، لما يجيب ذا يبقى نختار the most. The sunflower، عباد الشمس، is the flower، طبعا the tallest flower. بعد كده sharks، اسماك القرش، are sea animal، طبعا are the most dangerous sea animal، عايز يقول ان هي اخطر اسماك القرش، طبعا sharks عايز يقول ان هي اخطر حيوانات بحرية. I have the not suitcase، طبعا the heaviest يعني الاثقل. بعد كده في الجدول ده مطلوب انك تعمل صيغة التفضيل، صيغة المقارنة طبعا في الاول، وبعد كده صيغة التفضيل العليا. اول حاجة beautiful، دي صفة طويلة، يبقى نقول more beautiful than بالشكل ده، more beautiful than. اما السوبرلاتيف بتاعها يبقى the most، اللي هي صيغة التفضيل العليا، the most beautiful يعني الاجمل. بعد كده fast، faster than هتبقى the fastest، طبعا دي صفة قصيرة فاهم، فنضيف est. difficult يعني صعب، دي صفة طويلة، هتبقى more difficult than يعني أصعب من، أو صيغة التفضيل العليا بتاعتها هنكتب the most وراها الصفة، the most difficult يعني الأصعب. small دي صفة قصيرة، هتبقى smaller than يعني أصغر من، أو the smallest دي صيغة التفضيل العليا ومعناها الأصغر. slow يعني بطيء، هتبقى slower than يعني أبطأ من، أو the slowest يعني الأبطأ. big هتبقى bigger than يعني أكبر من، أو the biggest الأكبر. nice هتبقى nicer than، أو the nicest يعني الألطف أو الأجمل. دي general exercises، التدريبات العامة on lesson 2 على الدرس التاني. أول حاجة سؤال الاستماع، هقرأ نص الاستماع ونفهمه مع بعض واحدة واحدة، وفي بعد كده نجاوب على أسئلته. النص بيقول I am إيمان، أنا إيمان. I live in a village near the river، أنا أعيش في قرية بالقرب من النهر. Farmers grow many fruits، الفلاحون يقومون بزراعة الكثير من الفاكهة. And vegetables والخضروات. There for us to eat، من أجلنا لكي نتناولها. They grow potatoes, tomatoes and rice، هم يقومون بزراعة البطاطس والطماطم والأرز. Farmers grow apples and oranges too، الفلاحون يزرعون التفاح والبرتقال أيضا. There are a lot of plants near the river، يوجد الكثير من النباتات بالقرب من النهر. Plants near the river، النباتات بالقرب من النهر، need a lot of water، تحتاج إلى الكثير من المياه. أول حاجة إيمان lives in a، طبعا village، تعيش في قرية. Grow vegetable fruits and vegetables for us to eat، طبعا farmers الفلاحون. There are a lot of plants near the، يوجد الكثير من النباتات بالقرب من، the river النهر. Plants near the river need a lot of، النباتات اللي هي بالقرب من النهر بتحتاج الكثير من، طبعا water المياه. بعد كده سؤال read and complete the text، هنقرأ ونكمل النص. بيقول هنا plants grow in different habitats، يعني النباتات تنمو في بيئات مختلفة. Bean plants، نبات الفول. And orange trees، أشجار البرتقال. Grow in the habitat، بتنمو طبعا في الـ agricultural habitat، في البيئة الزراعية، يبقى agricultural هتبقى number one. Farmers work there، الفلاحون يعملون هناك. Read لو نبات القصب، and lotus flowers وزهور اللوتس. Grow بتنمو، near بالقرب من، and lakes والبحيرات، طبعا دي نباتات
بتنمو في البيئة المائية أو في بيئة البحيرات والأنهار، هتبقى طبعا rivers. Number two, acacia and trees grow in the desert. طبعا والتمارسك اللي هي شجرة الطرفة تبقى number three. Plants that grow in this، النباتات اللي بتنمو في البيئة دياتي ويقصد البيئة الصحراوية don't need much water to grow، مش بتحتاج مية كتير عشان تنمو. طبعا habitat هتبقى number four. بعد كده ده سؤال الباسج، هنقرأ مع بعض الفقرة ونفهمها ونجاوب على أسئلتها. A habitat is a place where living things live and grow. البيئة هي المكان اللي بتعيش فيه الكائنات الحية وبتنمو. There are many habitats، يوجد الكثير من البيئات. In the agricultural habitat، في البيئة الزراعية، farmers grow food for us to eat like bean plants and orange trees. في البيئات الزراعية الفلاحين بيزرعوا لنا طعام من أجلنا عشان ناكله، زي مثلا نبات الفول وشجر البرتقال. Rivers and lakes، الأنهار والبحيرات، are also plant habitats، برضو بيئة من ضمن بيئات النباتات. Plants near the river، rivers and lakes، النباتات بالقرب من الأنهار والبحيرات، like مثل lotus flower، زي زهرة اللوتس، and reed، والقصب، need a lot of water، بتحتاج الكثير من المياه. But in the desert habitat، لكن في البيئة الصحراوية، plants don't need a lot of water، لا تحتاج الكثير من المياه. There is not much rain in the desert، لا يوجد كثير من المطر في الصحراء. Acacia plant and tamarisk grow in the desert، شجر الصنط أو نبات الصنط ونبات الطرفاء بينمو في الصحراء. بيقول هنا the main idea of the text is about، الفكرة الرئيسية للنص عن plant habitats، البيئات النباتية. The underlined word near، كلمة near is the opposite، opposite معناها مضاد. طبعا near يعني قريب، مضاد لكلمة far يعني بعيد. What is a habitat؟ السؤال الثالث. What is a habitat؟ ما هي البيئة؟ هنلاقي الإجابة بتاعته هنا في السطر الأول. A habitat is a place، البيئة تكون مكان، where، حيث، living things، الأشياء الحية والكائنات الحية، live and grow، بتعيش وتنمو. السؤال الثاني. What plants، ما هي النباتات، can we find، نستطيع نجدها، near rivers and lakes، بالقرب من الأنهار والبحيرات. طبعا هو ذاكر هنا نوعين من النباتات اللي هما lotus flower and reed، هي الإجابة بتاعت السؤال الرابع. دي الأنواع، طبعا على سبيل المثال زهرة اللوتس ونبات القصب، هما دول بنقدر نلاقيهم بالقرب من البحيرات والأنهار، لأن دول بيحتاجوا مية كتير عشان ينمو. بعد كده سؤال تشوز. Acacia grows in the desert، طبعا desert habitat. Work in the agricultural habitat، بيعملون في البيئة الزراعية، طبعا يقصد هنا farmers، الفلاحون. A or an is a place where living things، حيث الكائنات الحية، live and grow، بتعيش وتنمو، طبعا يقصد هنا habitat اللي هي البيئة. Lotus flowers، زهور اللوتس، grow near the، بتنمو بالقرب من، طبعا river، النهر، they need a lot of water، بتحتاج الكثير من المياه. بعد كده سؤال تصحيح الصيغة. The blue whale، الحوت الأزرق، is the، طبعا is the biggest animal. The farmer، my father، is the، طبعا bravest، the bravest معناها الأشجع، the bravest person in my family.
the turtle بدل than هنكتب the slowest is the slowest animal. The elephant is the الفيل يكون the heaviest يعني الأثقل the heaviest land animal. Hala's dress Hala's red dress فستان هالة الأحمر is the nicest one يعني ألطف أو أحسن واحد the nicest one. Crocodiles and snakes التماسيح والتعابين are the most بدل more طبعا قدام الصفة طويلة the most dangerous animals. A snake or a ثعبان is the scariest يعني أكثر حيوان مخيف أو الأكثر إخافة. Bikes are طبعا الدرجات أبطأ من السيارات هتبقى slower هنعمل هنا صيغة المقارنة بين الاتنين وهنضيف er slower. بعد كده punctuate سؤال علامات الترقيم خلي ال h capital how وهنضيف علامة استفهام لأن ده طبعا سؤال بادئ بهاو وهي أداة استفهام. بعد كده سؤال الباراجراف عن the desert habitat البيئة الصحراوية مجاب عنه في نهاية الكتاب. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الشرح عجبكم وقدرت افيدكم وما تنسوش اللايك والشير ودعم القناة. اشوفكم في فيديو جديد قريب. جود باي.